مصر بتصدر غاز، فلو الاسعار نزلت انا كده بفقد جزء كبير من الدخل بتاعي او جزء من الدخل اللي بيجي. نعم. لو الاسعار زادت انا كده صحيح هكسب من التصدير، لكن التكلفه بتاعتي بتاعه التشغيل هتبدا تزيد. فمصر مسكت العصا من الوسط. السنه الجايه الارجح ان سعر البترول لا هينزل لا هيثبت، مش على مستوى السنه كلها يا هينزل يا هيثبت، مش هيقدر يزيد. تمام. لان امريكا بتصدر دلوقتي نفط كلمانا على اسعارها مع الصين. تمام. شغاله كويس. المملكه العربيه السعوديه مش هتقدر تقلل اكتر من كده. روسيا مع الضغط اللي بيتعمل عليها عشان خطوط الغاز بدا دلوقتي يكون عندها ضغط جامد. طبعا. فمصر طب انا بقى مش عايز اصدر غاز بشكله الطبيعي، انا عايز اصدره منتجات. ايوه. عشان كده حضرتك هتلاحظي ان شركات البترول وبالذات في المناطق القريبه من مناطق التركيب على الغاز بدات تعمل مصانع دلوقتي بتعمل فيها بولي ايثيلين وايثيلين، وبتعمل فيها بولي بروبيلين، بتعمل فيها بلاستيك، وبتعمل فيها منتجات مبنيه كلها على الغاز، بالاضافه لمصنع السماد اللي بدا يتجهز، وبالاضافه لمصنع شركه نصر الاسمده اللي تابعه للدوله اللي اتعمل في السويس. كل الهدف من ده ان انا اخد غاز بتاعي بدل ما اصدره برخيص. لا يا سيدي، على ايه؟ ادخله دلوقتي واحوله منتجات وازود في التصدير بتاعي. وهو ده التارجت بتاعنا السنه الجايه. لكن متوقع على مستوى العالمي ان البترول لا اما هيثبت لا اما هينزل. تمام. القروض اللي علينا، هل احنا بنسدد كمصر بشكل منتظم القروض اللي علينا؟ ما تاخرناش يوم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش الدولار بينزل؟ ايوه. الفتره اللي فاتت انت عارفه حضرتك ان احنا من 1/7 اللي فات ل 30/6 اللي جاي علينا 12 مليار دولار بندفعهم؟ من؟ دفعنا كام الفترة دفعناهم اللي فاتت؟ 8 وشوية. لا قول تاني المعلومة معلش. تاني يا فندم، من 1/7 اللي فات من 1/7 ل 30/6 اللي جاي كان علينا 12 مليار وشوية. تمام. دفعنا منهم لغاية دلوقتي، يعني من 1/7 لغاية دلوقتي فوق ال 8 مليار. فاضل محدش حس أساسا ولا احتياطي نزل. احتياطي موجود عند الناس بيتعلم كل شهر. كنت هقول لحضرتك ازاي المعادلة دي؟ يعني دايما واحنا بنقول على الاحتياطي المصري بيزيد بنتكلم على انه يا جماعه دخله قروض ودخله ودخله ودخله. طيب ازاي دي حصلت ان انت سددت 8 مليار من اللي عليك وفاضل 6 لغايه 30/6 ان شاء الله نسدهم؟ لا فاضل 4 او فاضل 4 عفوا. تمام. نسدهم كده لغايه 30/6 اللي جاي وانت الاحتياطي بتاعك ما تاثرش. مساله بوضوح شديد جدا، انا مصادري عاليه. مساله بوضوح شديد ليك، لكن احنا كمواطنين مش فاهمين. فعايزينك تفهمنا. المساله بسيطه يا فندم. المسألة بوضوح، أنا بيجي لي دخل كبير. الدولار أنا بالنسبة لي مش مكسب إن أنا أفضل محتفظ أعلى من حجم احتياطي كويس يغطي عندي الأمان لمدة سنة. إحنا يا فندم معلش اللي الناس مش فاكراه إن إحنا في 2012 أو في 2013 كان الاحتياطي بتاعنا بيغطي وايداتنا في شهر ونص. صحيح. شهر ونص. صحيح. دلوقتي الاحتياطي بتاعنا بيغطي وايداتنا في 11 شهر أو 12 شهر لو حسبناها على الوايدات الجديدة. فاحنا بالنسبه لنا عندنا احتياطي واحتياطي كويس، بس الاهم ان الفلوس تدخل عادي السوق وتخرج منه بشكلها الطبيعي من غير ما مركزي يتدخل الا في حالات الضروره، ومن غير ما مركزي يبيع او يشتري الا في ده. نعم.